مرحبا وتحية طيبة لكل المشاهدين، يوميا معكم. وأكيد اليوم عندنا موضوع كتير مشوق عن الألزايمر. ضيفتنا اختصاصي التغذية نيفين عالمي. أهلا وسهلا فيك نيفين. أهلا فيك. مش الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله. يعني موضوع كتير حلو وكتير بهم طبعا ياخدوا أفكار عالم عنه، شو لازم يتناولوا، كيف واحد لازم مثلا يحافظ حتى ما يصير معه ألزايمر. مزبوط. شو فينا نعمل بنيوتريشن لحتى نمنع يصير معنا ألزهايمر، وللي عنده ألزهايمر كيف فينا نساعده من خلال الأكل؟ عظيم عظيم. لكن نحن تنشوف طبق مكون الطبق الأول ونشوف ناخد فكرة ونرجع معك ومع المشاهدين. مكونات سلطة الكالمار بالعشاب: 250 جرام كالمار، 100 جرام طحين، 100 جرام كعك، 100 جرام بيض، 200 جرام خس، 100 جرام بندورة، 100 جرام مايونيز، 50 جرام كاتشب، 20 جرام بقدونس، 20 جرام كبيس خيار، 20 جرام قبار، زيت للقلي، حامض للزينة، أوريغانو رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا اكيد طبق الكالمار نيفين اللي هو طبق سمار بحري رح نعمل اليوم بانيه ونقليه بالزيت، ورح نعطي معه صلصتين، صوص كوكتيل وصوص ترتار اللي هي بيروح معه دائما يعني بنشوفها بالمطاعم. رح نعطيها بطريقه سهله وسريعه حتى كمان مشاهدين ياخذوا فكره. واكيد انت كمان رح تبلشينا بموضوع عن الزايمر. اوكي. الزايمر اللي هو مثل ما بقولوا واحد بينسى. مزبوط، هو هيك ببلش بالنسيان. تقريبا في اجل معين عمر معين او ما في له عمر معين، يعني اجمالا من 40 45 بالطالع حسب كمان الوراثه. اذا حسب واحد هالايام الصعبه اللي عم نمر فيها بصير واحد معه زي ما كنا عندنا طرف هيدي هي بالضبط. لكن رح باشر انا بالتحضير السلطه طبعا انت كمان رح تعطينا الافكار نيفين. اوكي. هلا اول شيء الزهايمر هو مرض كثير منتشر هالايام. اوكي. هو نوع من انواع النشفين اللي بنسميه نحن ديمنشيا. أوكي. ديمنشيا هي لما خلايا الدماغ يبلشوا يموتوا شوي. أوكي. شوي. سو نحن بالعربي الدارج بنقول له نشفين. الألزهايمر هو اكثر نوع من النشفين منتشر بهالايام. ببلش بفقدان ذاكره، يعني بصير الشخص يبلش ينسى اشياء عاديه، يعني شيء ذاكره قصيره او ذاكره بعيده لورا، كله ببلش هو ينسى. بعدين بيتطور بصير يتأثر تصرفاته، بصير يتأثر العواطف تاعوله، بتصير تتأثر. ومع كمان تقدم المرض كل ما تموت خلايا أكثر من الدماغ تاع الشخص بصير في عنده كمان، يعني بصير عنده عوارض أكثر قوية. مثلا بصير ممكن يحس إنه في أشخاص بدهم يأذوه، بصير يتأثر بأقل شغلة بتصير معه. أوكي. وتدريجيا بصير تصرفاته ترجع كأنه ولد صغير. أوكي. يعني بدنا نرجع نعمله كأنه طفل صغير وما بيعرف شيء. هيدا هو تقدم الألزهايمر. هلأ بالنسبة للتغذية، شو هو دور التغذية بمرض الألزهايمر؟ في عنا لازم نعرف أنه هالأشخاص مع تقدم هيدا المرض بده يصير عندهم فقدان للشهية. فكتير مهم أنه نحن نعرف نعالج هيدا الموضوع ونعطيهم نظام غذائي صحي ومتكامل. أوكي. لحتى كمان ما يصير عندهم فقدان للوزن. إذا صار عندهم خسارة وزن وإذا ما تغذوا منيح ممكن هالعوارض تعيد المرض تتأزم وتسرع، يعني تصير عنده على عمر أبكر. أوكي. فنحن أنه عارفينين حنوصل لهالمراحل، بس أنه همنا نأجلها شوي قد ما فينا نبعد هول العوارض اللي بدهم يصيروا. أوكي. نعم. شو عم تعمل انت هون؟ نحن بتعرفي نيفين عم نعمل نحن اول شيء سلطه لجات او لصحن الكالمار. أوكي. طبعا لازم يكون عندنا دائما البندوره الحامض حتى نحن عم ناكل هالكالمار الطيب. بدنا نتلذذ دائما بما يطلبون، بتعرفي يعني في ناس بتحب مع عصير حامض، في ناس بتحب تاكلها كمان كسلاد. سلاد يعني طبعا مع التارتار صوص مع البندوره مع الخس. فرمنا الخس طبعا بالصحن وجهزنا الحامض، وكمان فينا نستعمل كمان حامض ديكور لانه اليوم بتعرفي صحن السي فود لازم يكون عم بيحكي ويكون مضوي. مزبوط. فبهيك اشياء لمسات بسيطه جدا ممكن نضوي الصحن ونعطيها التاتش مثل ما بقولوا هيك، حتى يكون ست البيت عندها هي على طاوله المائده وبطريقه سهله وسريعه. اوكي. بما انك عم تحكي عن الحامض، خلينا احكي شوي عن الفيتامينات والمعادن. أوكي. اللي ممكن تساعد شخص عنده مرض الزهايمر.
اوكي نعم. سو منبلش انه عندنا في كذا فيتامين ممكن يساعده. عندنا الكولين او الليسيثين، هولي مواد موجوده مثلا بالسودا، موجوده بصفار البيض، موجوده بالصويا، شوي بالحليب. هولي مثل غذاء للاعصاب، فكتير مهمين لمريض عنده الزهايمر، ممكن يغذوا له اعصابه ويساعده انه ناخر شوي هالمرض او حتى نحسن العوارض تاعيته. اوكي عندنا كمان المواد المضاده للاكسده يلي هي مثل فيتامين اي، فيتامين سي، مثل الكاروتين. الفيتامين سي موجود مثلا بالحامض، بالليمون. فيتامين اي موجود مثلا بالزيوت النباتيه. عندنا الكاروتين موجود بالجزر، موجود بالبندوره. هول المواد كمان مهمه انه تمنع موت الخلايا الدماغيه. في عندنا كمان الفيتامين بي 12. فيتامين بي 12 كمان هو غذاء كثير مهم للاعصاب. اوكي. وموجود باللحمه الحمراء، موجود بالدجاج، موجود بالسمك، وحتى عوارض النقص تاعت فيتامين بي 12 بتشبه عوارض الزهايمر، يعني اوقات بيتلخبطوا بيناتهم. اوكي؟ انت هلا عم تقطع الكلامار؟ الكلامار هلا عم نقطع نيفين الى شرح مبرومي طبعا، شرحات هيك مستديره، ونحن دائما جهزنا هون الطحين والبيض والكعك، وكمان احنا فينا نضيف اذا بدنا الملح والفلفل كمان مع البيض حتى نعطيه نكهه طيبه كثير، وشوي للفلفل، فلفل وملح مع الكلامار. اوكي بنكفي على الالزهايمر؟ يلا ممكن انا بقى اعمل باني طحين وبيض وكعك طبعا. yeah. وبلشنا نقليه ونجهز الصلصات كمان. اوكي فبالاضافه للي حكينا عنه الفيتامينات والمعادن اللي بتساعد انه نبطئ الالزهايمر، في عنا كمان الكالسيوم والمغنيسيوم. هلا في شيء لازم نحكي شف انه السبب الاساسي للالزهايمر منه كتير معروف، بس في يعني معظم الدراسات بتشير انه الوراثه هي عامل كتير رئيسي، يعني اذا شخص عنده بعائله بيو او امه حدا عنده الزهايمر بيكون هو عنده ريسك اعلى من شخص ما عنده حدا بعائلته عنده الزهايمر. سو العامل الوراثي هو اول فاكتور. تاني شيء عنا الأشخاص اللي عندهم زيادة بالوزن أو مرض السكري بيكون عندهم أنسولين عالي. في كتير دراسات لقيت رابط بين الأنسولين العالي بالدم وبين مرض الألزهايمر. أوكي. فهيدا سبب تاني لحتى يكون الشخص إنه عنده سبب ينتبه على وزنه ويكون عنده وزن صحي. أوكي. وعنا كمان الكالسيوم والمغنيسيوم. أوكي. الكالسيوم والمغنيسيوم اللي حكينا عنهم مهمين لأنهم بيمنعوا امتصاص الألومنيوم واللد. اللد هو رصاص. هول المادتين إذا الشخص تعرض لهم كمان بيزيد ريسك الألزهايمر، الإصابة بالألزهايمر. فمهم أنه ناخد كالسيوم ومغنيسيوم يا من الأكل أو من المكملات الغذائية. يعني الاكل كثير مهم، بيساعد كثير. اكيد انا هون نعرف شو ناكل. نيفين حضرنا طبعا، حمينا الزيت هون، الزيت حميناه، وطبعا رح بلش اقلي الكلمار. انا حطيت بالكعك اوريجانو مثل ما ذكرنا من المكونات، وكمان ضفنا الملح والفلفل على البيض والطحين طبعا، حتى يعني طحين وبيض وكعك على طريق الكلمار، على طريق طبعا الباني تيصير عندنا كلمار باني. هون بنقليهم بالزيت طبعا لانه هو اطيب شيء الكلمار مقلي بالزيت. وهون كمان رح يكون في عندنا نحن نوعين من الصوص، عندنا صوص كوكتيل وصوص تارتار. صوص كوكتيل اللي هي مايونيز وكاتشب، فينا نضيف لها حار، فينا نضيف لها اضافات، بس هي انا بحبها دائما المايونيز وكاتشب تكون ساده. ممكن اذا كان المايونيز شوي شديد نضيف له نقطه مي صغيره. هون نحن في عندنا المايونيز، وطبعا رح نضيف الكاتشب تدريجيا ليصير في عنا صلصة لونها زهرية اللون، ومن ثم كمان رح نبلش كمان طبعا نجهز صوص تارتار. بس بدنا كمان هيك ملاحظة أخيرة دارين، شو عندك هيك تعطينا فكرة؟ بدنا نحكي شوي عن التصرفات الغذائية اللي بتصير، يعني الشخص اللي عنده ألزهايمر لازم ينتبهوا اللي حواليه إنه هو شوي شوي بده يصير عنده فقدان للشهية. أوكي. يا إما من وراء إنه الأدوية اللي بياخدها، أو من وراء إذا عنده صحة أسنانه فيهم شي مشكلة، فلازم نعمل له أكل بحبه ونخليه ياكل بجو رايق، وننتبه لحرارة الأكل اللي عم نقدم له إياها، وإذا لقيناه عم يخسر وزن نعطيه مكملات غذائية إذا كان على شكل حبوب أو وجبات، يعني مثل حليب
في بقلبه كل انواع الفيتامينات والمعادن لحتى نساعده يحافظ على وزنه المنيح. عظيم عظيم. يعني دائما هيك افكار حلوه اللي بنحب نعطي للمشاهدين ضمن حلقات ولا اطيب. نحن بنتشكرك اختصاص التغذيه نيفين عالمي، وبنشوفك قريبا ان شاء الله كمان. شكرا شكرا لك نيفين. ونحن مشاهدين بهالوقت الكالمار موجود بالزيت، السلطه مع البندوره اللي جهزنا، الخس والبندوره والحامض، صوص كوكتيل كمان من اسكيبا صار جاهز، بعد عنا كمان صوص تارتار، ونكفي هالطبق الشهي اللذيذ. ولكن من بعد الفاصل انتظرونا. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، واكيد اليوم ضيفنا الشيف ايمن عثمان. اهلا وسهلا بالشيف ايمن. اهلا وسهلا فيك شيف. انا مبسوط منك شيف ايمن. تسلم. اسالني ليش؟ ليش؟ لانه كل ما اشوفك عم اشوفك نصحان اكثر واكثر. ايه. واحد بس يفوت بهالمصلحه بضل يتضوى، فبتحس حاله عم يرفخ شوي شوي، وانت اسم الله عليك وقت تعرفت عليك. هذا شغلي صح. وقت تعرفت عليك اضعف من هيك مظبوط؟ ايه صح. يلا ما شاء الله صحتين. هذه نحن كنا بالمصلحه، انا يعني كل سنه كنت اصحى 2-3 كيلو على 20 سنه، كنت صحت 60 كيلو. يلا بكره 60 سنه رجعنا ضعف. نرجع مظبطها ان شاء الله. مظبطها الا ما تزبط معنا. لازم الا ما تزبط. لكن شيف ايمن احنا عندنا طبعا الطبق الاول اللي هو الكالمار، اللي هو مع صوص تارتار وصوص كوكتيل، واكيد كان عندنا كمان هيك افكار كثير حلوه لاختصاص التغذيه اليوم كمان. رح ننتقل نحن للطبق الثاني، وبنفس الوقت رح نرجع نكفي الطبق الاول مع هذا الصوص تارتار بنعملها ونسكب الكالمار. بس اليوم هيك اليوم هالاطباق سي فود الطيبه الشهيه، يعني عندنا الطبق الاول يوم بحريه بامتياز اليوم. ايه بالضبط. السلاد والوجبه. خلينا نشوف مكونات الطبق الثاني ونعود معكم. مكونات اخطبوط بروفنسال: 200 جرام اخطبوط، 40 جرام زيت زيتون، 10 جرامات ثوم، 10 جرامات كزبره خضراء، 100 جرام فطر، 50 جرام بندوره كرزيه، 50 جرام عصير حامض، 20 جرام ماء، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن طبعا نحن اليوم رح نعمل الاخطبوط، واكيد الاخطبوط اللي هو طعم كثير طيب. يعني نحن عملنا كالمار، الكالمار والاخطبوط، الاخطبوط لانه الاوكتوبوس، الاوكتوبوس اللي بيان مشهور بيقول انه دائما بس واحد يتصيد لازم يضرب على الصخر. صح. طيطرا طيطرا. وهو هيدا هو ما فيه عظم الرخويات، لانه نعم الاحسن هالقد الصغير ما بيأثر، بس الكبير بدنا ندقه تا هالغضروف اللي جوا او هالشيء هيدا اللي بقلبه بيصير اسهل لهضمه واسهل للاكل. طبعا هو وهلا رح نشرح عنه، رح اشرح بعض الاشياء عنه بطريقه شغله. هلا خلينا نخلص الطبق الاول. يلا ولا مش مشكله، نحن وياك يعني نحن بالنهايه هي بتقولوا اوبريشن وحده. هون نحن رح نسكب كمان الصوص كوكتيل، ورح نبلش نجهز كمان الصوص تارتار. اذا بدك تسلق شيء على النار شيف ايمن ما تعتلهم. يلا انا هون رح اسكب صوص كوكتيل، صوص كوكتيل اللي هي فينا نحط لها كمان حر سائل، فينا نحط لها طبعا اي اضافات، حدا بحب فليفله ملونه، عسل، بتصير تاوزن ايلاند، يعني هذه الصوص المشهوره. هون في عندنا نحن هلا الصوص كوكتيل دائما، بعدين الصوص كوكتيل اذا عملناها بتضاين بالبراد ممكن فتره طويله. واكيد رح نعمل التارتار صوص بهالوقت. التارتار صوص انا عم بعملها شيف ايمن، اذا بدك تعمل شيء بلش كمان. خلينا نكون هيك شو مثل ما بقولوا، انا هون دائما صوص تارتار بحط لها بقدونس وكبيس مبروش وقبار. قبار اللي هو مشاهدينا مثل البازيلا، بس اكيد بنشوفه بالمربين بالماركت، اسالوا عنه كاب او قبار او كيبر، طعمته كثير طيبه. ما تتلخبطوا فيه من البهار الاخضر الحب، لانه في بهار اخضر حب مكبوس بالماء بتكون حبته صغيره قريب للكاب، بينما الكاب اللي هو نحن عندنا موجود نحن بهالشكل هون. اذا شفنا هالقبار على الكاميرا رح نفرجيكم عليه، مثل حبوب البازيلا بيكون لونه اخضر، طعمته حامضه. بذكركم انه ما تضيعوا فيه بينه وبين البهار الحب الاخضر، يعني بتفكروا فيهم تشتروا على البيت بيطلع هيك قاسي، انتبهوا له. وهون نحن كمان بدنا نبرش الكبيس خيار. شو عم تعمل شيف ايمن؟ شيف هلا نحن عندنا هون الاخطبوط هذا الحجم، نعم صغير منظف جاهز. اوكي بده سلق. طريقه السلق كثير مهمه، هلا على ست البيت رح تاخذ طريقه بالشغل في حال حابة تحضره بالبيت، ما رح تاكله بالمطعم، ما تدفع فاتوره كثير عاليه يعني. ايوه جيب لها شي كيلو اخطبوط من حي الله سوبر ماركت اي موجوده طبعا، اي بصير فيها تعمله. بس نحن من خطوات التحضير اول شيء المي ما بدنا اياها تغلي، مي فاتره. اي اكيد مش فاتره، انه قبل درجه الغلي بننزل الاخطبوط بنعد خمس ثواني. اوكي بنرجع بنسحبه. هي الغايه من هذا الموضوع. اول شغله بيتماسك اول شيء بيتماسك هيدا
شكله الاخطبوط يتماسك شكله اللحمه تبعه اكيد وبياخذ حراره بالتدريج لما يفرط معنا او يقشر معنا او هيك يعني بيضل شكله جميل جدا اكيد وبيضل محافظ على هذا الشكل الحلو يعني على ثلاث مرات هيدي مثل تقنيات استعمال شكليا تبقى شكله حلو هيدي فرصه للشيف هلا عم يتعلم وعم يعمل طبعا الطلاب الجديد اللي خارجين واحد الناس اشتغلت بالاخطبوط بفتره متاخره شوي يعني وقت اشتغلت فيه فجأت بعدي فجأت كثير اشياء وتلبكت فيه طبعا هلا صار في عنا خبره حابين نوصلها للست يعني اليوم هالمصلحه دائما بقول لهم انا واحد ما في يقول انا بعرف كل شيء لانه بهالمصلحه دائما يوميا نحن بنتعلم اشياء جديده عظيم هون لكن نحن تصقيد بالمي الفاتر واكيد انا بدي افرم البقدونس كمان بهالوقت عظيم هون هون دائما الكميه الخضره بالتارتار صوص تارتار صوص مش عم ذكركم هي قبار بقدونس كبيز هلا هي اصولا نحط لها بصل وبياض البيض مسلوق انا ما بحبذ هالشيء لانه الصلصه ما بتضاين كثير هذه في حال بقى عندنا كميه ممكن تضلها جمعه واسبوعين بالبراد ما بصير هالشيء بس اذا حطينا بصل وبياض البيض المسلوق بتنتزع والافضل ما بتعطي هالطعم المميز فدائما دائما تاكلوا على القبار الكبيز يكون طيب والبقدونس مفروم نص كميه المايونيز واخلطوه وهيك بتستمتعوا بطعم طيب مميز جدا للبقدونس مع الصوص تارتار مع البقدونس عظيم هلا هون نحن شو عم نعمل بهالطريقه هيدا نحن شايف هلا رح نكفي كميه كلها اوكي وبس خلصت رح نغطي الطنجره عم نشتغل فيها مع الباقه العطريه والجزر والخضار مع الخضار العطريه والباقه العطريه الموجوده عنا اوكي بنسلقه هذا الحجم بده 35 ل 40 دقيقه على درجه حراره متوسطه ما بدنا تغلي المي اوكي بياخذ استوى اللي بدنا اياه بصير فينا نشتغل فيه في حال كان اكبر مثل ما قلنا بندقه شوي بندق الاطراف شوي اوكي طيب كنا سلقه اريح وهضمه اسهل طب نحن لازم نحط شيء مواد عطريه بالسلق مثلا كرات كرافس بس على الجزر اكيد اكيد هيدي نعم. بتعطيه اكيد بتعطيه عظيم ومن بطل. البحر شف ايمن الى ارضنا على فقره من ارضنا تنشوف اليوم شو في عنا الشاي. الشاي هو نبتة دائمة الخضرة ذات أوراق رمحية الشكل يعتبر أكثر المشروبات استهلاكاً بعد الماء ونكهة الشاي سببها زيت طيار وخاصيته المنبهة سببها الكافيين تتلون أقداح الشاي على الموائد ويتميز بسرعة طريقة إعداده له فوائد عديدة على الجسم فيحث الدماغ والجهاز العصبي وينشط القلب ويزيد القدرة على التركيز غير أنه يفضل عدم تناوله بعد الرابعة مساءً نظراً لما يحتويه من منبهات تسبب الأرق يحفظ في أكياس قماش أو ورقية في كل الظروف وعودة معك شيف أيمن لكن نحن الأخطبوط طبعاً عنا إيه وطبعاً هون نحن لكن بس حبيت أعطي اليوم معلومات عن القبار لكن والكبيس وطبعاً البقدونس ومنضيف لهم المايونيز ونعطيه عنا صوص تارتار جاهز طريقتها كتير سهلة وحلوة هلأ هون كمان نحن عم نسكب الكالمار شيف أيمن لو سمحت إذا بتسمح لي بس خليني أسكب الكالمار اللي نحن جهزناه قبل بعد عظيم هون نحن الكالمار معمول باني اللي طعمته طيب كتير وشهية وأكيدة وين ما نروح نحن بالمطاعم وبنشوف دايما هيك هالكالمار أو الأريديس اللي معمول باني دغري نحن بتلاقي هيك دغري وبقوله سبحان الله مدد إيدنا بلا ما نحس عظيم هون كمان صوص كوكتيل فينا اليوم أنا رح أعطي صوص كوكتيل وصوص تارتار هيك حبينا نعطي فكرتها للمشاهدين وهيدا طبعا الطبق الكالمار اللي اصبح جاهز كمان هون فينا رشه اوريجانو الاوريجانو كمان بيعطي طعمه طيبه واكيد نحن بهالوقت شيف ايمن بدنا نبشر بتحضير الاخطبوط اكيد هلا الاخطبوط صار عندنا هون اوكي عم ينسلق هون رح نبلش اول شيء نحضر الاشياء اللي هون عندنا كزبره خضراء فينا نضيف زيت زيتون للقلايه اوكي رح نضيفها نعم نعم لكن هيدي رح نعمي عظيم هذا سكين شو بتريد تشوف ايمن سكين ثاني غير هذا سكين ثاني عظيم هوني اوكي هلا نعطيك اياه فوالا اشتغل بهيدي نفسي عظيم
هون كنا احنا شو عم نعمل بهالوقت؟ هلا عم نفرم الكزبره. عظيم، فرم الكزبره. لكن الكزبره بتعطي طعم كثير طيب، واكيد بدنا الفطر نحن كمان. الفطر في عظيم. الفطر وفي عندنا الثوم. الفطر هلا احنا بدنا ننطر الاخطبوط حياخذ شويه استواء. نعم عظيم. هون لكن نحن بهالوقت ايه؟ عم نستوي الاخطبوط، رح يتغير لونه شوي. ما بيأثر طبيعي اكيد، ونحن دائما الاخطبوط بنصفيه من المي منيح. هيدا القلي ولا لا؟ نعم هيدا، هاي القلي ولا هذيك؟ رح نضيف زيت زيتون. زيت زيتون اوكي، عم تحمى الزيت شوي. عظيم، رح نضيفها نحن اكيد. هلا بس الحمى الزيت رح حط الاخطبوط. بس بدي اعزبك شاف ايمن، بس مشان تفرجي شكله شوي على الكاميرا، لانه فعلا السلق مثل ما عطيت فكرتك كثير. هيدا الحجم ما في داعي يتقطع، اما في حال كان اكبر بدنا نقطع الاطراف شوي، ناخذ الراس لحال، ناخذ حتى الجزء يعني من اسمه حسب نحن كيف بنحبه. عظيم. هلا نعطيه لدع على على النار. على النار، وبنرجع بس ياخذ هنكهة الشاي والتحميص. بنضيف الثوم، بنحمص والكزبرة، وبنطفي بالحمض، وبنسكب الصحن. عظيم. يلا نحن بهالوقت انت عم نحمز زيت زيتون، نعطيها اللون الطيب ونعطيها النكهة الطيبة. رح نروح لفاصل إعلاني ونعود معكم بعد قليل. وعودة من بعد الفاصل ومع ضيفنا اليوم شيف أيمن عثمان، وطبعا الأخطبوط. الأخطبوط الطيب ولا الأخطبوط؟ في أكثر من الأخطبوط يعني فعلا طيب. في أكلات عديدة بتخلى الأخطبوط، كان سلطة، في ناس كثير على فكرة شايف لون طبعا، في ناس كثير ما بتحب تاكل الأخطبوط، ما بعرف ليه، رغم هو كثير طيب وسهل الهضم، لأنه يمكن تلاقي هالقصص بال فوائد من فوائد الأسماك، غني بالأوميجا 3، سهل اللحوم من اللحوم البيضاء اللي نحن فينا نهضمها بسرعة، يعني ما فينا الصغير فينا ياكلها والكبير فينا ياكلها. ليش؟ لأنه ما بتعذب كثير بهضمه، خاصة لمحبين ثمار البحر طبعا. هذا بالنهاية شيء كله ذوق يعني حسب. أكيد شيف. هون نحن هلا بما إنه سلقنا الأخطبوط، وطبعا هلا نحن رح نعمل اليوم نوعين من الأخطبوط. أكيد. بروفنسال. أنا حبيت عندي كمية من الأخطبوط، حبيت اسمها نوعين، أعطي فكرتين. هلا هون. أوكي. عم ضيف الثوم. هون عم نعمل نحن زيت الزيتون. أكيد بعد ما أخذ عنا الأخطبوط هون لدعة. أوكي. ونكفى شوي استواء وأخذ نكهة الشوا. أوكي هون كمان. ونضعف الغاز شوي. شفنا نضعف هون النار شوي على الزيت. يلا تكرم عينك. هون لكن هون نكسب وقت، بدي احطها هون. هون احنا كده ضعف. خليه يعمل هيك. ايه. هيك يعني طوله. خليها تولع دايما. هون اللي بالحمض وثوم بدنا نضيف كزبرة خضراء. خليها تقلى مع زيت زيتون شوي. اوكي عظيم. عظيم. وبنفس الوقت هون بدنا نضيف الفطر فريش لهيدا الاخطبوط هون. اوكي عظيم. هون هلا هون عندنا الثوم بحمص والكزبره تدبلت اخذت النكهات، فينا نطفي او فينا نحط ملح فلفل ونطفي بحمض، تكون وجبتنا جاهزه هون. اوكي. بتحب تحط شيء مع البندوره شيء؟ لا البندوره بدي احطها هون. عظيم. لكن هون نحن بس حطينا نحن اكيد ثوم وكزبره والملح والفلفل وعصير حامض. هون عندي حبات بندوره صغيره ما في داعي. بندوره كرزيع وعنبيه اكيد فينا نحطها، يعني فينا نحن نقطعها انصاص ونرجع نحطها، بس انا ما بنزل. لكن هون نحن بنزل معنا بكامل الوقت شيف ايمن بدنا نعطي. واكيد هون نحن صارنا جاهزين. هون كان نحن ضفنا زيت الزيتون مع الثوم والكزبره والاخطبوط، وطبعا عصير الحامض مع الملح والفلفل. هيك اطباق حلوه، واحد يكون سهران عنده غدا او عايز الناس على العشاء ومزين فيه المائده تبعه، ففعلا هيك اطباق تكون شهيه ولذيذه. هون لكن نحن حطينا هون الاخطبوط وفطر فريش وبندوره كرزية. كرزية يعني هيدا ملح وفلفل. هيدا نحن فينا نقول انه مشوي. هيدا في حال حبينا نحن نغير طريقه نشكه بال، في عندنا سيخ خشب مثل هودي. اوكي. نشك اول شيء حبه بندوره، اخطبوط، فطر فريش. اخطبوط بندوره، اخطبوط فطر فريش مشويه على الجريل او على المشوى او اذا عندنا على الفحم. في حال حبينا ندخلها على الفحم، بس انا حبيت ادخل اعطي فكره انه الطريقه المنزليه ما فيها لبكه ما فيها كشو. يعني عده نكهات بعده طريقه اكيد. لكن نسكبها شيف ايمن لو سمحت. ثانك يو لك. هون عندنا الصحن. تفضل شي معنا بس ملعقة صحن. اعتبر انه المطبخ مطبخك. عظيم. هون لكن احنا
بدنا نسكب. اوكي هون نحن اكيد لما حابين الحامض لما حابين بيقدر يضيف واحد عليها لانه هي مبدئيا مش شوية. عزم هون لكن نحن اوكي هون نكهة الكزبرة والثوم وعصير الحامض والملح والفلفل واكيد كمان صحن الكلمات. اطباق شهية جدا اليوم من الثمار البحرية. فينا نكسر هذا الألوان باللون الأحمر شوي. ايوه بندورة كرزي دايما بتعطي بصير عندنا سلمون سلطة بحرية وبصير عندنا اخطبوط بنوعهم. عظيم بكون حلقتنا اليوم شايف هيك صرنا جاهزين نشاط وحيوية أهم شيء النشاط أكيد. شكرا لك شيف أيمن عثمان. شكرا لكم على استضافتكم. أهلا وسهلا فيك وطبعا شكرا لكل المشاهدين. نتمنى لكم كمان تكون عجبتكم الحلقة وبكرة حلقة مميزة جدا. ألف صحتين وإلى اللقاء.